ومن خلال زوم ينضم إلينا دكتور وليد حداد المحاضر في علم الإجرام. أهلا وسهلا بك سيد وليد. مساء الخير، يعطيك العافية. دكتور وليد، بداية، كيف ترى بدورك ما أعلنت وكشفت عنه الشرطة صباح هذا اليوم؟ في الحقيقة يعني أنا الاهتمام الإعلامي هو غير مسبوق، والإعلام العبري يعني اليوم إعلام عبري إعلام أجنبي كان لي حديث مع عدة وسائل الإعلام، وتوجه هذا الموضوع إنه الإعلام يجب أن يتدخل ويتكلم عندما تقصر الشرطة مش عندما تعمل عملها. يعني الشرطة اليوم اشتغلت اعتقلت ناس مشتبهين بتجارة سلاح، فكل الاحترام إنها عملت شغلها. هذا لا فيش حاجة إن نعمل تغطية إعلامية ونجيب ناطقين ويحكوا على الموضوع، إحنا لازم نحكي لما هن مقصرين، لأنه الشرطة كانت سنوات مقصرة في حق المجتمع العربي. من هون أجت هاي الهبة الإعلامية، وخصوصا الإعلام الأجنبي، الإعلام العبري، الإعلام الإسرائيلي تحديدا اهتم كثير إنهم يعرفون إن الشرطة مقصرة. الآن بدي أرد على الناطق، يعني أنا كخبير و29 عام لم أعمل في مجال آخر غير عالم الجريمة في المجتمع العربي، فمجبور يعني أصلح بعض الحقائق اللي حكاها النقيب وسيم. أولا، كل الأسلحة اللي ضبطت هي تابعة للجيش والأجهزة الأمنية، ولم يضبط أسلحة لا من الأردن ولا من مصر ولا من المخارط اللي بتضفى، فهذا الحديث عاري عن الصح، وكأنه غالبية السلاح الموجود هو من الجيش. نقطة أخرى، واحد المعتقلين والمشتبهين هو الشرطي وضابط بالشرطة، مش فقط من وحدة جولاني، هم لا يتكلمون على هذا الأمر. احنا كل الوقت ادعينا انه مأساتنا في المجتمع العربي هو ان الشرطة جزء من المشكلة وليس جزء من الحل. هي التي غطت النظر عن تغلغل السلاح، الشرطة كانت متواطئة مع قسم من عصابات الجريمة، قوت عصابة حساب عصابات، واليوم هم اعتقلوا، ولكن نتحدث عن غالبية معتقلين بأجيال صغيرة. يعني ذكرنا الولد عمره 13، ولد عمره 13 لازم يكون في رعاية الأحداث والشؤون الاجتماعية، هو مش تاجر سلاح، هو مش رئيس عصابة. والشباب اللي بجيل 19 و20، نحن نتحدث عن حملة تم اعتقال جنود في منظمات إجرامية، ولكن لا نتحدث عن رؤساء عصابة. يعني أنا كمان بقدر أميز من الأسماء، عرفت قسم الأسماء، لما أنت بتشوف من أنواع المحاميين، هي محاميين من الدفاع العام، يعني محاميين حتى مش العائلات وكلتها، تتحدث عن ناس فقراء يعني تاجروا بالسلاح، وهذا غلط، ولكن في سبيل كسب القوت والمعيشة أنا أدين هذه الأعمال. ولكن نحن لا نتحدث أن الشرطة اليوم قوضت عصابات الجريمة. الشرطة عم بتحاول تعطي مسكن أوجاع لمريض سرطان، ولكن على هذا العمل أيضا نحن نبالغ. نعم، يعني هذا بالضبط تماما سألته أيضا للناطق باسم الشرطة للإعلام العربي وسيم بدر، بالنسبة للصغار التي والقاصرين الذين تم الإلقاء القبض عليهم، يعني مش هم طبعا هن رؤساء العصابة، وبسبب هذا الجواب لن أسألك هذا السؤال الذي كنت أريد أن أطرحه عليك، سأسألك سؤالا آخر. الجهاز الأمني الإسرائيلي يسهل أو يسهل عليه عملية فك رموز كل عملية تقوم بها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيليين وملاحقة منفذيها، ولكن تعجز عن حل معظم جرائم القتل التي يسقط ضحاياها من المجتمع العربي. الأسباب الرئيسية لهذا الفشل بالنسبة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية؟ نعم، دولة إسرائيل من 20 عام تحديداً بعد هبة القدس والأقصى بسنة 2000 تم التمييز بداخل المجتمع بين السلاح الأمني والسلاح الجنائي. تم التركيز على ما يسمى بالسلاح الأمني، ممنوع أن يكون موجود لأهداف أمنية، والسلاح الجنائي من غض النظر عنه. ومن هون، لأنه قبل أكثر من 20 عام كان السلاح في إيد العربي هو خطر أمني على الدولة وخطر استراتيجي ممنوع، مش مهم إذا أنت عندك خلاف مع جارك، عندك كذا، شو أهدافك، ممنوع يكون معك سلاح. ولكن كان في خطة ممنهجة، وهذا ادعائي كإنسان يواكب هذا الوضع، وأنا أعلم عن ماذا أتحدث، أنه كان المؤسسة الإسرائيلية وخصوصا الشرطة تواطأت في هذا الموضوع وسمحت بتخلل السلاح الجنائي. بالإضافة لذلك، يعني الناطق بسان الشرطة حكى عن إحباط محاولات تهريب، نعم، من قرية الغجر ولا من حدود لبنان ولا من مصر ولا من الأردن ولا من الضفة، عندما يكون الشك 1% أن السلاح هذا أهدافه أمنية يتم الاعتقال. حتى بالسرقات من معسكرات الجيش، أنا أعلم إذا السرقة تمت من عصابات جريمة يتم إهمال الأمر. فمن هنا ده كل السلاح اللي احنا بنشوفه حاليا هو سلاح تابع للأجهزة الأمنية وللجيش، ما يقولون أنه أجل من الأردن ومن الضفة. طيب، هناك من يقول يعني أيضا يعني هذه العملية التي وصفها الإعلام الإسرائيلي لما قامت بها الشرطة الإسرائيلية بأنها تاريخية، واضح أنك لا تعتبرها عملية تاريخية، هذا هو الوصف الذي استخدموه
وهناك كان بعض الأمل لدى المجتمع العربي، ربما استطعنا تقويض مؤسسات الإجرام أو استطعنا اجتذاذ الجريمة من المجتمع العربي، ما تعليقك؟ طبعا عندما قرروا محاربة الجريمة منظمة المجتمع الإسرائيلي، روزنشتاين، أبوتبول، أبرجل، البارون، هذه العصابات، هو راحوا على رؤس العصابات. عندما تقود رأس الهرم، الهرم كله بنهار بهذه العصابات الجريمة. أنت لا تذهب إلى القاعدة أنه دائما في عندك جنود يدخلوا هذه المؤسسات، ما مشكلتهم مع جنود، في عندنا دائما جنود يدخلوا. أنت يجب أن يعني في شيء الحرب الاقتصادية ورؤساء العصابة، هذا لم يعملوه حتى الآن في المجتمع العربي. اثنين، عندما يتحدثون عن الخطة الحالية، هي وزير نائب الوزير هو سيجالوفيتش اللي بنعمل اليوم، هو خطة سيجالوفيتش في الخطة العامة تبعت الدولة اللي أقرت في الميزانية اللي هي لخمس سنوات، هي لم تبدأ ولم يوافق على الميزانيات، وكل الحديث هو فقاعات إعلامية. ما يحدث الآن هي ما يسمى بخطة سيجالوفيتش اللي هي لنصف عام، في سبيل حسب خطته أنه إرجاع الأمن والأمان والردع تبع الشرطة، لأنه حسوا أنه يعني شعور المواطن والله ثق بالشرطة وهيبة الشرطة في المجتمع العربي انهزت، فقرروا أنه يعملوا ما يسمى حملة، زي صاحب دكاني بيعمل حملة تخفيضات عشان يرجع ثقة الزبائن في الحنوت تبعته، ونفس الشيء. فهي نتحدث اليوم عن خطة سيجالوفيتش، هي فقط لنصف عام في سبيل إرجاع ثقة الجمهور بالشرطة. أنا باعتقادي لن يكون تقويض لعصابات الجريمة، وعشان هيك يعني إحنا ممكن نشوف هدوء، نعم سوف نرى هدوء بالأشهر القريبة، ولكن هذا لا يعني هي مش خطة للقضاء على الجريمة بشكل جدي. يعني مفهوم، يعني إحنا ما بدنا نشوف 78 شخص مشتبه بهم يتم القبض عليهم، ولا بدنا نشوف قاصرين موجودين رهن التحقيق، بدنا نشوفهم بالمحلات المناسبة لإلهم. إحنا بدنا رأس الهرم في مسلسل الجريمة والعنف المتكرر في المجتمع العربي. شكرا جزيلا لك دكتور وليد حداد، المحاضر في علم الإجرام، شكرا لك.